سلام، حرتي في الفطور؟ بدير الريجيم، ما عرفتيش باش تفطري؟ جبت لك فطيرة الشوفان اللي فيها غير 250 سعرة حرارية، وخودي لي معلقة كبيرة ديال الياغورت طبيعي اللي 0%، واحد بيضة وربعة ديال المعالق ديال رقائق الشوفان كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذوا البيضة، غادي نزيدوا لها المعلقة الكبيرة ديال اليوغور، وغادي نزيدوا لها ديك الربعة ديال المعلقات ديال الشوفان ولا رقائق الشوفان. غادي ناخذ المقلة اللي ماشي سخونة، ندهنها بطيرة ديال الزيت ونزيد عليها داك الخليط ديالي باش ندير ديك لا كريب ديالي ولا ديك الفطيرة، وغادي نقادوها مزيان من الجوانب. ما نديروهاش سخونة وما ديريهاش سخونة باش تحكمي فيها مزيان مزيان. ومن حيث يبانوا لكم هاد الفقاعات يا سيدي وماليا، غادي نقلبوا هاد الفطيره ديالنا ولا هاد لاكريب حتى تطيب عاوتاني من التحت مزيان، ونحيدوها ونزينوها بالمتوفر ونزينوها باش بغيتو. وهاد الضحكه غادي نخليها لكم ضحكه صباحيه لحبابي وحباباتي. فطيره الابتسامه يمكن لك تاكليها مع الملح والحلو، كتصلح ليهم بجوج، والدهون كتعطيهم دقه بطله غنية بالبروتين والألياف. فطيرة الابتسامة للرجيم والوسامة لك وليها، جربوها وما غاديش تندموا.